أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الحملة أولت اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج. خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، قال المستشار فوزي أنه تم عقد 40 لقاء فيديو كونفرنس للمصريين في الخارج من 60 دولة، وتم التواصل خلال هذه الحملة بشكل مباشر مع أكثر من 750 مصريا من رؤساء الجاليات، وهي شخصيات مؤثرة، وأيضا من القيادات الطبيعية في الأماكن التي يعيشون بها. كما وجه المستشار فوزي الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لعقدها لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل ورؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، وتم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج مصر والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن متابعة الاستعدادات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج. الحملة أولت اهتماما كبيرا وخاصا للمصريين في الخارج، فحرصنا على عقد 40 لقاء فيديو كونفرنس لمصريين في الخارج من 60 دولة، تواصلنا خلالها بشكل مباشر مع أكثر من 750 مصري، بس ال 750 مصري دول من رؤساء الجاليات في بلادهم، شخصيات مؤثرة، وأيضا من القيادات الطبيعية في الأماكن التي يعيشون بها. كانت الأرضية المشتركة لجميع هذه الاجتماعات أن الإنسان أولا، وهو ما يتفق فلسفة ونهجا مع رؤية مرشحنا الذي يعمل بسعي لا يكل لتوفير حياة كريمة لكل المصريين. وترتكز فلسفة الرؤية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو 2013، والذي اعتمد أيضا على رؤية مصر 2030 التي ساهمت في التغيير من الأسفل إلى الأعلى على كافة المستويات.